يعطيكم العافية. This is the last part في موضوع الهايبرتنشن. حكينا على الA drugs وعلى الB drugs وعلى الC drugs, صرنا بالD drugs. D أكيد stands for diuretics. هون بنحكي على drugs بتشتغل في الكدني في النفرون. What is the rationale? Rationale إنه أنا بدي أزيد اليورين output مشان بالآخر أخذ less blood volume. Less blood volume means less blood pressure. Our medications هي راح تشتغل في هذا الكدني أو بهاي النفرون. وعندنا 3 to 4 classes راح نشوفهم كلهم. بعدين بنشوف most important على مستوى السريري مع patients. زي ما بنعرف هاي النفرون, هاي بومنز كابسول, هاي اسمها proximal convoluted tubule. هلا proximal عشانها near to the body. أول كلاس مش كلاس, هو medication used, اسمه هون بشتغل هون اسمه acetazolamide. هذا الدراج هو nowadays هو seldom used لأنه له يعني very humble effectiveness في الهايبرتنشن. كيف بيشتغل؟ في انزيم اسمه كاربونيك انهيدريز وهذا بيعمل انهيبيشن. فهذا الدراج هو كاربونيك انهيدريز انهيبيتر, راح يمنع الري ابتيك للاتش سي او 3 ماينس, فراح يزيد الاكسكريشن تبعه اند ذاتس ات. مش كتير بيهمنا ليش, لانه اذا بنطلع على هون البلد okay coming in and coming out, طبعا في blood all over this, مزبوط. okay انا عندي parts مهمه جدا في هذا النفرون. ليش مهمه؟ لانه هاي البارتس مثل اللوب اوف هنلي هون بيصير في the majority of exchange of the ions. يعني اليورين the major components of the urine as volume بتصير هون. فهون انا عندي ترافيك عالي. يعني انا اذا باجي بعطي الدراج هون بشتغل بيكون بيرفكت, بيكون له the highest effectiveness. هاي اللوب اوف هنلي في الها كلاس اسمه لوب دايوريتكس. هل هذا اللوب دايوريتكس هذا it's not easy لانه هدول very effective. إنه if you increase the dose you will increase efficacy. اسمهم high ceiling لأنه يعني you are having very strong drugs. عندنا ال distal convoluted tubule. عندنا class يعني effective أكيد أكثر من ال class 1 ولكن أقل من class 2. هدول اسمهم thiazides, ونسميهم thiazides. الثيازايدز هم هدول يعني moderate ceiling. هاي هون collecting duct. ففي عنا drugs من الD drugs أو الديوريتكس they work selectively على collecting duct. مين هم؟ هم family اسمهم potassium sparing. ايش يعني potassium sparing؟ potassium sparing يعني they will do or they will retain potassium and they will excrete sodium. طيب يعني هدول how they differ؟ بلش فيهم واحدة واحدة. لو نحكي على loop diuretics اوكي نحط هيك الميجر بوينتس على loop. ايش بهمنا في loop؟ بدي اطلع شوي. اوكي نزلنا كثير احنا. طيب بدي انزل شوي صغير. اوكي ثانك يو. اللوب بلش في اللوب. اللوب هم هاي سيلينج فيري افكتيف. مين الدراجز؟ فروسيمايد مشهور باللازكس, هذا أشهر واحد. بوميتانايد هذا كمان افكتيف. طيب احنا هنا يعني انه فارماكولوجي مش كلينيكال,
بس لازم افهم الكونسبت. اللوب دايريتيك ما بعطيه مع بيشنت هايبرتنشن واوت بيشنت وهي از دوينج هيز ديلي لايف اكتيفيتيز. كثير مرات اللوب دايريتيك بتاخذ بحالات الكونجستيف هارت فيلير لما انا اكون في عندي ادمه. فايتس نوت ا دراج اوف تشويس، مش كل يوم الميديكيشن هذا، يعني مش زي الكابتوبريل اللينزوبريل فالسرتان الانودوبين افري داي ميديكيشن. تمام. السايد افكت بروفايل هون نحكي it will excrete like everything. ف هايبوناتريميا، هايبوكاليميا and so forth. اوكي، ممكن بهاي دوزز وان كوركت يوز ادخل بمشاكل الدي هايدريشن. طيب لو اطلعنا على الثيازايدز، نغير اللون، بحبش الاصفر، ناخذ الاحمر. الثيازايدز هذول they are very good class. ليش؟ use the daily use تبع الثيازايدز way more than the loop clinically. يعني patients ال hypertension اللي كل يوم نشوفهم ناخذوا medications on daily basis بيكونوا معهم الثيازايدز أكتر. يعني they are using الثيازايدز أكتر. ليش؟ الثيازايدز هم moderate ceiling. مين the examples؟ examples في واحد very famous اسمه هيدروكلوروثايزايد. هلا ال HCTZ، في واحد تاني اسمه يعني من family هيك نسميها يعني sub family اسمهم thiazide like drugs. الثيازايد لايك عندنا واحد اسمه اندابامايد. هدول الميديكيشنز what makes them important انه they are taken in combination مع الاس انهبيترز مع الاي ار بيز مع الامرودبين and so forth، لانه they are not so effective. انه ما راح نعمل هايبوتنشن مع المريض. احنا عندنا effectiveness ولكن بالقدر اللي انا بدي اياه. طب ايش السايد افكت بروفايل؟ يعني تقريبا زي اللوب ديريتكس بس على شوي يعني مايلد اكثر. هايبوناتريميا، هايبوكاليميا، ممكن بس هون مرات تعمل لك هايبر كالسيميا. ذاتس اول. على فكره الثيازايدز كود بي يوزد ون اوف ذا فيرست لاين ميديكيشنز، لانه بالاخر راح نحكي عندي اربعه drugs أو أربعة classes هم إذا مريض with hypertension ممكن أبلش فيه. الثيازايدز one of the drugs من الأربعة drugs، طبعا ACE inhibitors أو ARBs، الأمرودبين من CCBs والثيازايد. إذا ACE و ARB و thiazide أو thiazide like والCCB أكتر إشي we use الأمرودبين. طيب ضل عندي الثيرد كلاس اللي أنا بدي أطلع عليه اللي هم البوتاسيوم سبيرينج. إذا بناخذ السكرين لهون شوي عشان البوتاسيوم سبيرينج. البوتاسيوم سبيرينج من اسمه بوتاسيوم سبيرينج. بوتاسيوم سبيرينج يعني حكينا we will take back potassium and we will excrete sodium. يعني على طول بلكي افكر بالهايبركاليميا. يس، سايد افكت الهايبر ايش؟ كاليميا. يعني كونترا انديكيتد البوتاسيوم سبيرينج مع الايس انهبيترز وكونترا انديكيتد مع الاي ار بيز، لانه هنا كنا نحكي بمايلد هايبركاليميا وهون بنعمل اكسسربيشن. وذاتس واي الثيازايدز هم البيرفكت فيت مع الايس انهبيترز او الاي ار بيز، لانه هون نعمل هايبوكاليميا وفي الاس انهبيترز والاي ار بيز نعمل مايلد هايبركاليميا، فوي كانسل ذا سايد افكت. يعني فذاتس واي هدول الميديكيشنز اف يو سي ان ذا فارماسيز بتلاقي دراج كو بلا بلا او بلس. هاي الكو او هاي البلس هي لما مسكوا نفس الاس انهبيتر او الاي ار بي وحطوا معه الثيازايد. ذاتس واي هاي الكومبينيشن ليس سايد افكت و more effectiveness. طيب مين هم الميديكيشنز اللي بالبوتاسيوم سبيرينج؟ بوتاسيوم سبيرينج اول كلاس
اسمهم الدوستيرون انتاغونيستس، يعني they antagonize الالدوستيرون. الالدوستيرون هو اندوجينوس هرمون بيشتغل في الكدني، بيعمل شغل معين، واحنا هون بنعطي العكس. يعني الالدوستيرون بيعمل اكسكريشن للبوتاسيوم، انا بعمل انتاغونيزم فانا بعكس الشغل، فباخذ بوتاسيوم سبيرينج، يعني I am excreting sodium but I am retaking البوتاسيوم. مين الدواء المشهور اسمه سبايرونولاكتون؟ سبايرونولاكتون، هذا سبايرونولاكتون الكيميكال ستراكشر هي ستيرويدال، فلما ناخده مرات بيسوي لي كومبيتيشن مع اذر مولكيولز، فإله مشاكل هرمونال امبالانس، ممكن يعمل يعني hair growth in the face لأنه it's not 100% selective. عملوا منه new medication اسمه البيرينون، هذا طبعا costs way أكتر ولكنه less side effect profile. في كلاس تاني من البوتاسيوم سبيرينج أو سب كلاس أو إنه مجموعة تانية من البوتاسيوم سبيرينج مش الدوستيرون انتاغونيست، دراجز اسمهم تريامترين وأميلورايد. أميلورايد، أوكي، يعني هل ممكن أستخدم البوتاسيوم سبيرينج مع الأيس إنهبيترز والأي آر بيز؟ لا، ممكن مرات نعطيهم مع الثايزايدز أو مع اللوب ببعض الحالات، نحكيها بأذر فيديوز إذا بدي أخذ مور إفكتيفنس، وإذا بدي أعمل كوركشن لموضوع الهايبوكاليميا اللي ممكن تكون مع اللوب ديوريتكس أو تكون مع الثايزايدز. أوكي، سو فار إحنا خلصنا دي دراجز. هلا بيطلع لنا مرات في هذا التشابتر ميسيلينيس ميديكيشنز، زي في عنا توبيك بحكي على الأوزموتيك ديوريتكس، الأوزموتيك اوكي هاي اتس فيري ايزي توبيك. هدول وي ار تيكينج اوت ووتر فروم ذا بودي. الدراجز هاي هي ما إلها سبيسيفيك سايت تشتغل عليها، تشتغل ممكن على الكدني، ممكن على other sites they will take out water. هاي therapies نستخدمهم أكثر بالER، نستخدم منهم كميات، يعني we use volumes من هاي medications. تأخذ IV example manitol مثلا، ممكن glycerin، هدول. طب وين هو اليوز تبعهم أكثر إشي؟ لما أنا عندي edema بنحكي على brain، سيربرال إديما نحكي على الاي اوربيتلز، يعني ممكن مرات في حالات الجلوكوما نضطر نشتغل في هاي الميديكيشنز. هاي الميديكيشنز نوت افري داي يوزد في الهايبرتنسيف بيشنتس، ولكن لها استخدامات اخرى. اخر بارت من هذا الفيديو ان شاء الله بنحكي على الكومباينيشن. الكومباينيشن بيزد على ايش؟ طبعا هذا موضوع كلينيكال وموضوع ثيرابيوتكس وليس موضوع فارماكولوجي كتير، بس لازم نفهم الكونسبت. بدك تعطي كومبينيشن، اوكي اعطي، بس اذا بدي اعطي تو ميديكيشنز لهم تو ديفرنت ميكانيزمز اوف اكشن، يعني تعطي تو بيتا بلوكرز تو سي سي بيز، لا. طيب بصير تعطي الاس انهبيتر مع الاي ار بي، بحكي لك لا، مع انه two different steps بس هدول بالاخر نفس الـ MOA فما في point. بصراحة كان في studies على ACE inhibitors مع الـ ARBs but they found out that it's way better to give everyone alone. فطيب انا ليش بعطي combination؟ بعطي combination to increase efficacy رقم واحد، decrease side effect. طب ما هو احنا we are using two drugs، كيف ممكن أقلل من السايد إفكت؟ لأنه أنا بشتغل على تو دراجز، أنا بالغالب بعطي less dose من التنين، فless side effect من التنين. طيب سؤال، يعني إحنا بتحب تبلش ب one drug
وترفع الدوز للماكسيمم، بعدين تعمل اد اون وترفع الدوز للماكسيمم، ولا كيف الكومبينيشن، ولا انه تبلش في كومبينيشن؟ الجايد لاين بالثيرابيوتكس فيري ايزي. ممكن انا اول انه استراتيجي انك تبلش بسنجل دراج مينيمم دوز، بعدين تاخذ ميديوم دوز، بعدين هاي دوز نفس السنجل دراج، بعدين تعمل اد اون. هي الاد اون فيه لا تقول لك بلش كومبينيشن من اولها بدوز قليله، اوكي اند سو فورث. فانت عندك وان، يعني we don't have one correct way but we have various ways. Either we start with a single drug or we start with a fixed dose combination. هلا بالحالات الفارماستيكال اندستري في العالم تبعنا الكومبانيز صارت more prone to do the combination. ليش؟ لأن الكومبينيشن هلا as for marketing purposes اكيد، بس as for the adherence تبع المريض بيكون احسن ما ياخذ حبه من كل دواء. هلا صارت الكومبانيز تعملهم جاهزين بفيكس دوز كومبينيشن. يعطيكم العافيه.